وفي معرض حديثه عن زيادة تمويل صندوق قادرون باختلاف، أعلن السيد الرئيس أن مصر قد تلقت جزءا من أموال صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة. وأشار الرئيس السيسي إلى تطلعه إلى أن تتمكن الحكومة الإماراتية من إقامة مدينة عالمية برأس الحكمة. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار هو أن البيانات اللي اتقالت من الدكتور مصطفى يمكن يتبقى بس ان احنا نقول ايه وصل كذا وصل كذا وصل كذا، وعشان كده انا بدات بالكلام عشان تبقى الامور واضحه. يعني الارقام اللي احنا اعلنت دي فعلا بالفعل وصلت امبارح، والنهارده دخل جزء منها البنك المركزي، ويوم الجمعه فيه زيه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وهنا لازم اوجه الشكر لاشقائنا في الامارات وعلى راسهم أخويا فخامة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، لأن هو ده. أنا عايز أقول لكم مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده.